عملية منح دخول الغبار من أبواب الحديد عملية سهلة جدا، يا من ساكو يا أي محلات المواد البناء اشتر هذا الفلين، شو السماكة أو هذا أكثر سماكة، وفيه أقل سماكة من هذا أيضا. طبعا لا تركب على إطار الباب كامل من راسك، ترى ما راح يتسكر الباب. الطريقة أنك تولع النور وتطلع، فنفترض أنك بتسويها بالليل، شوف النور واضح من جوا، أنا حطيت قطعة هناك، أبد قص وحط هنا، حاط برضه نفس الشيء من هنا، استخدم النحيف استخدم السميك حسب عاد الفضاوة اللي عندك. شوف يلاحظ أني هنا حاط أنا قطعته كتجارب، الحين بكمل عليها، بذلك خلاص ما عاد يجيك غبار. لكن لا تلصق من راسك، لازم تسوي الطريقة دي. إذا بالنهار أنت خلك جوا وسكر الباب وخل النور طافي جوا، بتشوف النور بالعكس. كذلك اشتري القطعة هذه، شوف الربر، خذ المقاس أنت ويا أي أحد معك، وقصها بالمنشار اليدوي البليد العادي ممكن، خلي الربر يزود من ذا الجهة. في خروم للدريل، لو نفك هذا، لا تستخدم خروم الدريل، ما يحتاج. 3M اشتري اللفة هذه من ساكو، ولصقها بالخلف هنا وهنا وهنا، يعني عدة مواقع، ووزن أنت ويا واحد معك يمسك معك، لازم أن الربر يلمس ولا ما استفدنا شيء. بعد ذلك ركبها وخلاص، وعملية اللصق سهلة، مجرد فك هذا ولصق على الباب.